السلام عليكم، معكم عيشة بوتوميت من انستيتيو فاندي فورماتريس. اليوم جيت باش نهضر لكم على لو ماساج. الماساج اون جينيرال سي كوا، شنو كنديرو اكزاكتومون؟ كان شحال لي سورت ديال لي ماساج عندنا. اليوم انا هنا باش نهضر لكم سورتو على الماساج امانسيسون اللي هو ماساج ديال التخسيس. ماساج ديال التخسيس فيه انواع وكاينين طرق وكاينين الالات باش كنخدمو بهم. كاين الطريقه العاديه اللي هي طريقه اليدويه مانيوال اللي كنخدموا بها، كانت سورتو كنعتمدوا على لاكتيفاسيون ديال لا سيركولاسيون سانغي اللي هي تحريك الدوره الدمويه، كنعتمدوا على تحريك الدوره اللمفاويه، كنحاولوا نذوبوا بها الدهون ونخليوا الدم يخرجها عن طريق السموم اللي كيخرج في الذات. هذا لو مساج كيدار بطريقه معينه وكيدار بوقت معين وفي وقت معين. كنحاولوا نخدموا به جميع المناطق ديال الجسم اللي هما الرجلين اليدين الظهر كاع، سورتو المناطق اللي كتركز فيها الدهون واللي كتحاول ديك الساعه كتخرج لنا عن طريق لا بو دورونج اللي كتبان في لا سيرفاس ديال 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 الجلد. هاد المساج كيداروا دي موفمون معينه بطريقه معينه وبسرعه معينه. هاد المساج كيدار في مده وكيدار في حصص متتالية اللي كيكونوا متباعدين بين نهاري بين مساج ومساج، كيكون على الاقل واحد الطريقة ديال 24 ساعة اللي كنحاولوا نخليو فيه لوكور ديالنا يرتاح. من بين الطرق اللي كنحاربوا بها هاد السيليليت وكنحاولوا نحركوا بها الدهون هي لو ليفت كولومبيان. هاد لو ليفت كولومبيان هي واحد لاباراي اللي كتعاوننا نحرقوا بها الدهون او ميم طون نلوكاليزيوها في بلايص معينة. كاينين الناس اللي كيحاولوا يديروا يحاولوا يزيدوا الفوليوم ديال مناطق معينه في الجسم، هاد لاباراي كتحاولنا نحركوا الدهون ولوكاليزوهم في مناطق معينه للجسم. هاد لاباراي غنهضروا عليها ان شاء الله في موضوع في حلقه ولا موضوع ثاني ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.